كبير، ولكن مع الأسف الدعاية والبرنامج والمنظمة للثورة كان قوي جدا. سيادة الأستاذ سلام مسافر، الدعاية دولية، المساري أمريكيين كانوا بدفع، البرنامج بول إردمان كان يكتبه، المنظمة موجودة، المنظمة رجال الدين، كل المسجد في إيران كان مكتب للحزب الخميني. نعم. كل هذا ما كنا نفكر فيه نحن، وأنا كنت شابا طبعا، لكن الذين كانوا اليوم نحن نحكي، أقول لك شيئا، كبار من الذين كانوا ضد الشاه اليوم قالوا لي، كتبوا في الصحف، هم مع الشاه ويعتذرون. نعم، يعني هذه الشعوب دائما تندم على الماضي. براو. الآن مثلا في عدد كبير من الدول العربية يترحمون على الأنظمة التي سبقت الأنظمة الحالية، يعتقدون أنها كانت أفضل. العراقيين مثلا يترحمون حتى على صدام حسين الآن، والمصريون يترحمون على حسني مبارك. برافو. وهكذا وهلم وجرا. لكن السؤال، بعد أن خرج الشاه، وهنالك صورة شهيرة كان واضح عليه حين ودع الجنرالات وهو يركب الطائرة، يعني كان ينظر لهم وكأنه يقول هذه آخر مرة سأراكم فيها، يعني هو قال أنني سأذهب في إجازة. بعد ذلك ذهب ثم لم يعالج أو عولج وتوفي بالسرطان. ما هو مصير فرح بهلوي وما هو مصير أبناء الشاه؟ الشاه طبعا بأنه كان يعرف هو مريض وسوف يموت، طبعا عندما خرج بحزن، وهذا شيء طبيعي، ولكن وخصوصا عندما رأى شعبه ما عرف من كان هو، وبعد شاف العالم كيف يشتغل بالبترودولار ويقلب له ظهر المجن يعاديه. فلذلك هنا شهبانو كانت لديها مهمة جيدة، ولعبت لعبة جيدة حتى اليوم، لأن شهبانو أول شيء هي التي تحكي مع أصدقاء الشاه لتجد مكانا للشاه، ملاذ. برافو. نعم. فرنسا ترفض، ملياردات دولار هنا ترفض، لأن هؤلاء الناس كانوا يخافون أيضا من إيران، من خميني. وبعدين عندما أنت تقرر في غوادلوب أن سقوط الشاه، أقل شيء لا يجب أن تعطي. اليوم نحن نرى بأن الزعماء إفريقيا يجدون مكانا في أوروبا، لكن الشاه لم يجد مكانا. ولكن شهبانو في البداية طبعا ملك حسين، ولكن ملك حسين كان صديق للشاه إيران، ولكن كان يزعل لأن طلب للشاه يقتل الشعب، عمل مداخلة جيش ويأخذ 1000-2000 رجال الدين وخلص هذا الثورة، لكن الشاه رفض. حتى ملك حسين قال أنا بإمكاني أن أبعث لك جنود. يعني الشاه رفض استخدام العنف ضد المنتفضين. طبعا سيد جنرال عباس قرباغي، وهو صديق للشاه إيران، صديق من الطفولية، وهو عندما الشاه يخرج من إيران هو أول شخص في إيران، عباس قرباغي. نعم. هو قال لي هو مات في باريس صديق، هو قال لي بأن الشاه أكد عباس ما بدي يقتل أحدا، دير بالك تحكي مع بختيار أي مداخلة من قبلكم أنا ما بدي. قرباغي قال لي إنما شاه دخل مع شهبانو في داخل الطائرة ودوروا، أنا رحت قلت وات ماجستي شو لازم نعمل نحن؟ شو لازم نعمل؟ أي شيء، أي مداخلة، تدخل ممنوع، أي تدخل الجيش. شاه قال ممنوع. وبعدين كمان عندما خرج من إيران قال أنا ما كنت أريد أن أقتل شعبي حتى واحد. حسنا، جاءت الشهنابة إلى باريس وذهب قسم من العائلة، هو للشاه 4 أبناء. نعم، بنتان نعم وولدان. اكزاكت، نعم صحيح. من زوجته فرح ديبة شهبانو. من زوجته الأولى أيضا يوجد أبناء، من فوزية في شاهناز. نعم، شاهناز اللي فوزية التي هي شقيقة ملك مصر السابق فاروق. على أي حال، أي ما هو مصيرهم؟ يعني الملكة أو زوجة الشاه لا تزال تعيش في باريس، لكن الأبناء الآخرين ما هو مصيرهم؟ مع الأسف شهبانو شافت ألم كثير. نعم، منذ 20 سنة. أول شيء إيران بلد شهبانو كانت تعمل كثيرا من أجل التطور للإيران، يعني كل ما نرى شاه عمل والحكومة شاهنشاهية في إيران. طبعا فرح شهبانو كطالبة في فرنسا، كبنت من أسرة طيبة، كانت دائما خلف الشاه. هذا، وبعد 40 سنة من بداية هي فقدت إيران بعد زوجه مع ألم كثير، لأنه هي كانت ترى كيف أرادوا أن يقتلوا شاه إيران. نعم. وبعد هذا طبعا فقد أمه هنا مدام فريدة ديبا في باريس، وبعد بلت زوج بنته ليلى كانت نجمة من تاريخ الإيران وفي تاريخ الإيران. ليلى تركت إيران عمرها 10 سنين. نعم. كانت تحكي فارسي جيدة، كانت تقرأ شعر إيراني، تحفظ شعر إيراني، حافظ، مولوي، رودكي، سعدي، كانت تفكر دائما إلى إيران. كانت تأتي هون ولكن تسكن في